أستاذ محمد حياك الله معي في نشرة الرابعة. أولا ودي تشرح لي بشكل مبسط معنى المصرفية المفتوحة والتمويل من نظير إلى نظير. سيد محمد تسمعني؟ أسمعك واضح. طيب كنت أبغى فقط في البداية تشرح لي بشكل مبسط معنى موضوع المصرفية المفتوحة والتمويل من نظير إلى نظير. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هو مفهوم جديد في التقنية المالية، يعني يمكن عملاء المؤسسات المالية من تبادل معلوماتهم المصرفية بشكل آمن مع طرف ثالث. الطرف الثالث هذا يقدم بالتأكيد خدمات جديدة ومبتكرة، يعني تفيد العميل بالدرجة الأولى. طبعا المفهوم هذا يعتبر مفهوم جديد نسبيا في المملكة وحول العالم، وهو ضمن مبادرات التقنية المالية اللي تهدف طبعا لتطوير القطاع المالي في المملكة ضمن الرؤية السعودية 2030، وبالتالي يفتح يعني باب واسع لتقديم خدمات ومنتجات مالية مبتكرة لخدمة العملاء على مستوى المملكة. طبعا حاليا اليوم كانت الخطة أن نوصل لحوالي 168 مبادرة أو شركة، اليوم احنا نتكلم عن أكثر من 200 شركة تعمل في التقنية المالية، وهذا يوضح الهجوم القوي من المستثمرين في التقنية المالية للاستفادة من المنتجات الجديدة والمبتكرة ماليا. اليوم حجم الاستثمارات في رأس المال الجريء في التقنية المالية تجاوز 7 مليار ريال، وهذا رقم كبير جدا في الحقيقة، يفوق التوقعات ويوضح الفرص الكبيرة الموجودة في مجال التقنية المالية، إن كان طبعا في مجال التسديد الرقمي، المدفوعات الرقمية أقصد، وإن كان ب التمويل الجماعي أو الادخار الجماعي أو حتى في مجال الخوارزميات التداول في الأسواق المالية. المجال كبير في الحقيقة وواسع جدا في يعني تقديم الخدمات والاستفادة منها بشكل طبعا تقني وبشكل مصرفي بالدرجة الأولى لتمكين العملاء من الاستفادة. بس هل تعتبر هذه